تفاصيل عمل البيتزا بالدجاج. البيتزا بالدجاج مدرسة في كل الفنادق، المطاعم، البيوت، كل بيعملها بطريقة مختلفة. العجينة تفاصيلها كتير قوي على فكرة. أنا عايز أعمل عجينة النهاردة بمدرسة مختلفة. المقادير على الشاشة. معانا دقيق هدخل فيها زبدة، مش هدخل فيها خميرة خالص، بيكنج باودر، وطبعا ممكن نحط حليب أو زبادي، أي مادة دهنية لطيفة، ومية دافية. هي دي مقادير العجينة. مش هستخدم لها الخميرة الفورية خالص. ليه يا عم المغازي؟ يعني عايز أعمل عجينة بسكوتة حلوة كده مختلفة شوية، للأطفال بيحبوها. الخميرة مع البيتزا مش يعني مش كل المدرسة بتستفيد بيها، ولكن برضو البيكنج باودر مادة رافعة للمعجنات، خلي بالك. بس تستخدمي في العجينة زبدة أو زيت. دي المقادير البسيطة السهلة. طبعا اختصارا للوقت، أنا عامل العجينة وجاهزة عندي هنا، بسيبها تتخمر، مش باجي جنبها، بس احنا حابين نشوفها مع بعض كده. عجينة لطيفة وجميلة. ايه تفاصيل العجينة وايه علامات العجينة؟ نفتحها كده بالسكينة. شفتي؟ أول ما تفتحها كده شوف المسام جوه. شفت العجينة عاملة ازاي؟ تفاصيلها بتلاقي فيه مسام رفيعة جاهزة. أنا هحتفظ بها كده زي ما هي لغاية لما نجهز التوبنج بتاعنا. التوبنج النهاردة فيه فراخ وفيه خضرة، وتعالوا نشوفوا مع بعض ازاي صوص البيتزا اللطيف الجميل اللي هو بيرفع من كفاءة البيتزا. التوبنج هو كفاءة البيتزا. معانا صدور فراخ، نبدأ نقطعها مع بعض. حلو قوي. أنا عايز طبعا اوعى تحط صدور الفراخ نية على وش البيتزا. ده طبعا ده ما ينفعش خالص. أو لحمة نية، أنا ضد الموضوع ده خالص. لازم الحاجة تستوي قبل ما تحطها على وش العجينة. الصدر ده حلو كده، بناخده بالسكينة. قطع رفيع كده لطيفة. الشكل ده كده. دي طريقة. الطريقة التانية، عندك فراخ في التلاجة، كنت عاملة ملوخية امبارح، وعندك صدر فرخة حلو كده. تيجي عاملة العجينة اللي أنا عاملها دلوقتي دي كده، وتيجي عاملة بيتزا للأولاد بالدجاج بصدر الفرخة اللي بقيت عندك في التلاجة. عادي، عندك جوانح فراخ هتسلقيها وتاخدي اللحم بتاعها، ما أقولكيش، أنا شخصيًا بحب الجوانح أوي على فكرة. وتاخدي اللحم بتاع الجوانح ده وتعمليه مع البيتزا. شفت الحاجات اللطيفة دي كده؟ قطعيها زي الشاورما كده ناعمة. وعندي طاسة شديدة الحرارة على النار، شوية زعتر، فص ثوم، معلقتين زيت زيتون، نشوح الفراخ دي تشويحة حلوة. زي الفل. ادي الثوم معانا اهو. الله، حلو قوي. وشوية الزعتر التمام اللي معايا. وشوية الملح الحلوين. وشوية الفلفل الاسود التمام. التفاصيل الصغيرة دي على فكرة مهمة جدا. وامسك الفراخ دي افركها مع الثوم مع الملح مع الفلفل مع الزعتر بالشكل ده كده. طاسة شديدة الحرارة فيها زيت زيتون. اللهم صل على رسول الله. العب. النار ما بتحرقش مؤمن. عادي 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 عادي. شفت ازاي واثق الخطوات يمشي ملك. انا خدت زي ما هي كده. هو ده. حلو قوي. زي الفل. زيت زيتون، نارك شديدة يا عم الشيف. التحميرة دي مهمة. سؤال شيف مغازي، انا واقف على البوتاجاز وحصل اللي بيحصل معاك، ان ممكن النار على فكره ده بيتعمل شو على السوشيال ميديا لطيف قوي على فكره. اعمل ايه؟ فوطه مبلوله ميه زي ما عمل الشيف دلوقتي، وبتحطها في ارضيه الطاسه وخلص الكلام. شفت الفراخ طلعت معايا ازاي؟ وتحافظ على الجوس بتاعها بالشكل ده كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ استوت الفراخ. زعتر، زيت زيتون، ثوم، للامانه احط مكعب زبده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بالشكل. خلاص زي الفل حبيبي حبيب. مهم جدا تكوني واقفه في المطبخ عندك احتراسيه لاي ممكن اي حاجه تحصل. انت بتقلي بطاطس، الزيت معاكي، بتشوحي فراخ، بتحمري فراخ زي ما انا بحمر دلوقتي كده اهو. شفت ازاي؟ خلاص خلصت الفراخ، بشيلها من النار.
دي اول خطوه، اللهم صل على النبي، وتسيبها تبرد، ده الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه السرعه دي يا عم الشيف؟ خدي بقى الحته اللي جايه دي بقى كده، مش هتلاقيها غير عند الشيف المغازي وبس. مكان تحمير الفراخ ده مهم جدا على فكره. اهو دي الفراخ اهي اتحمرت معانا، مخرجنا يبص عليها كده اهي، طلعت معايا بسرعه نفس الطاسه. شوف هعمل حاجه بقى لطيفه قوي على فكره، شفت هعمل ايه؟ اهو اهو، بص هو الجو ده اهو، الصوص اللي انا عايز ده، صوص البيتزا اهو اهو. يا غالي يا غالي، دي المدرسه، دي المدرسه اهو، ده التوبنج بتاع البيتزا اهو، مكان تحمير الفراخ اهو، شفت ازاي اهو، وقلب كده اهو. ده شغل الفنادق، شغل المطاعم اللي انا عايزك تعمليه في البيت عندك عشان ولادك يحبوا الاكل بره. التركايه دي مهمه جدا على فكره اهو. باخد البهريز، باخد التوبنج، باخد الجوسي بتاع تحمير الفراخ، بيختلط كده بالصلصه بتاعتي اللطيفه، واخليها على جنب اهي زي الفل. كده انا جهزت اهم حاجتين، الصلصه بتاعت الفراخ او التوبنج بتاع عجينه البيتزا اللي في اي مطاعم او اي فنادق او في اي محلات بتاعت بيتزا بتلاقي عامل صلصه كده ملهاش طعم ولا لها شكل، هي عندك طبعا طعمها مختلف هنا اهي اهي، بص عليها اهي 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 زي الفل. وتعالوا مع بعض نفرد العجينه بتاعتنا، نشيل الفراخ دي من هنا بقى ونخلي دي معانا، معانا الزيتون والجبن. صينيه عندنا فيها ورقه زبده، ونفرد العجينه مع بعض. انا عايزك لما تقف في المطبخ زي الشيف المغازي كده عارفه انت بتعملي ايه، وعندك الخبره الكافيه في انك انت تقدري تعملي حاجه جديده في المطبخ. موضوع عجينه البيتزا لما نجي نفرتها، خاصه لما نعمل عجينه زي اللي معانا دي كده، يفضل ان هي تاخد مرحله تخمير اولى. ايه مرحله التخمير الاولى يا عم الشيف؟ بعد ما بتتخمر مباشره بتخليها على جنب. حلو الكلام، نخلي دي هنا كده. ليه يا عم الشيف؟ علشان العجينه لما بتتخمر، وخاصه لو فيها بيكنج باودر، بعد التسويه ما بتبقاش مجلده، بتبقى زي البسكوته، بتساعد على الهضم، بتساعد على المضغ، بيبقى طعمها لطيف وجميل. اه شفت العجينه، بمجرد ما ايديا اتعلم فيها كده هي زي الفل. هنفرتها، وانا من الناس اللي بيحبوا عجينه البيتزا بتبقى سميكه، شويه دقيق كده حلوين. لما بنروح نشتري بيتزا بيقول لك عايزها سميكه، عايزها رفيعه. اه شفت العجينه بتتفرد لوحدها، تبص لها تتفرد اه، لان مرحله التخمير دي مهمه جدا على فكره. دي التخمير هنا بيكنج باودر، وانا مش مع اللي يحط بيض في عجينه البيتزا خالص. ليه يا عم المغازي؟ هل هي هتضرها؟ لا بالعكس، انت تاكلي، لو انت هتحط بيض لعجينه البيتزا تاكليها في اليوم نفسه، يعني خلاص قعدنا على بيتزا نخلص عليها. طب عايز اسخنها، عمليه التسخين بقى بتبان هنا، وجود البيض في عمليه التسخين بتاع عجينه البيتزا بيخليها مجلده. حلو اه، زي الفل كده العجينه بتاعتي. باخد القطعيه الحلوه لطيفه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. مهم جدا نجيب كده صينيه زي دي كده، ايه الدنيا هنا اهو، والمقاس ده كده يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. خليكي دايما مميزه في مطبخك، في اكسسوارات صغيره كده بتلاقيها في ثلاثه تعريفه بتساعدك انك تعملي حاجه حلوه. العجينه دي بنشيلها بنعمل ميني بيتزا صغيره حلوه للاولاد الصغيرين، بتعمليها وتحطها في الديب فريزر، تسويها في اي يوم تاني مفيش اي مشكله. ناخد العجينه بتاعتنا دي كده، ونجيب الصينيه بتاعتنا اللطيفه دي كده اه، الله تسلم ايدك يا شيف، وتركزيها كده تاخد الشكل اه، وتخليها لمده 10 دقائق 5 دقائق مرحله تخمير تانية. بتزايد تكفي العيله وكمان والجيران. ايه المشكله لما اخبط على الجار دلوقتي مع مثلث من البيتزا الحلوه دي كده اه، ونسيبها تتخمر شويه. ده مهم جدا على فكره، بلاش نحط التوبنج عليها خالص دلوقتي. بالشكل ده كده العجينه بتاعتي جاهزه، وعملت لارج بيتزا لطيفه. لو رحت اشتريها من بره
بنفس الخبرة الطهوية في نفس التوبنج اللي أنا هعمله هتدفعي فيها مبلغ وقدره. سيبك إنك تاخدي اتنين وتاخدي عليها واحدة هدية، ده كلام مش مقتنع بيه. بتاخدي عجينة ما فيهاش طعم، العجينة هنا فيها تفاصيل، الحشو بتاعي فيه خبرة طهوية وفيه تفاصيل، هنشوف هنعمله مع بعض إزاي. بتشيل العجينة دي على جنب وتخليها كده تخمر شوية، ده مهم جدا على فكرة. ونروق مكان اشتغلنا عشان برضو مطبخك يبقى رايق أول بأول، تعرفي تقعدي مع أولادك على السفرة وتتهني معاهم في الأكل، ده مهم جدا على فكرة. مش أنا جاية أقف في المطبخ أعمل الأكل والأولاد ياكلوا لوحديهم وجوزي يقعد ياكل لوحده، الموضوع ده مش لطيف خالص. لازم يكون مطبخك رايق وعندك الفرصة إنك تشاركيهم على السفرة بتاعتك أيا كان، وتسمعي كلمة حلوة منهم، تسلم إيدك يا ماما، تسلم إيدك يا حبيبتي، وهكذا. تعالوا مع بعض نشوف الخضار اللي هنقطعه مع البيتزا بتاعتنا. معانا فلفل الوان، معانا بصل شرايح، نشوف هنقطعه ازاي، برضو لازم ياخد شكل حلو. انا من عشاق البصل على وش البيتزا، بس البصل ما تحطش كده وخلاص، خلي بالك انت مع الشيف المغازي. شفت البصلية دي قطعتها اهي، اخدها كده كمان. هنا التركاية بقى، البصل ده هيتحط على وش البيتزا. بعمل ايه؟ بحط عليه شوية ملح، شوية زعتر، وافركه بالملح والزعتر. خد طعم حتى على وش البيتزا، ما بقاش يعني في ريحة سنان مش لطيفة، خلي بالك ريحة البصل الني في قلب الكفتة في وش على وش البيتزا مش لطيف خالص. الملح مع الزعتر كده اداله رونق تاني وشكل تاني وطعم تاني. ده الفلفل، سوري، ناخد الفلفل الاحمر اهو بالشكل ده برضو اهو. القطعه دي مهمه جدا لانك بترسمي لوحه فنيه. عملنا عجينه بشكلها حلو، ناخد الفلفل الاخضر ده كده، الله، اهو الشكل ده برضو. ولادي بيحبوا الفلفل الاصفر غني في فيتامين سي، والالوان مطلوبه على وش عجينه البيتزا. الشكل بتاع البيتزا لازم يلفت النظر بوجود الزيتون والجبنه الموزاريلا. تمام، الخضار بتاعي زي الفل. حابب عليها طماطم نحط طماطم. بيتزا بالخضار والدجاج، الطماطم لها تقطيع برضو اهو بالشكل ده كده. تعالوا بقى نرص البيتزا بتاعتنا. مخرجنا الجميل حابب ان احنا نرسم لوحة فنية دلوقتي ولا نطلع فاصل؟ تعليماتك عينيا. ادي البيتزا بتاعتي عينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي للصلصة اللي الشيف مغازي حطها. شفت الصلصة الحلوة؟ دي لو لفيت مطاعم مصر كلها مش هتلاقيها بالطعم ده. الشيف المغازي عمل تركايه، مكان تحمير الفراخ ومكان البهريز ومكان التوبنج ومكان الخلطه، مكان زيت الزيتون، مكان الزعتر، اخد الصلصه اللطيفه دي كده. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ طعم هنا وبس. لما بقول تفاصيل صغيره والمعنى كبير والطعم جديد هنا في اللي انا عملته دلوقتي. ما خدتش كاتشب وحطيت، ما خدتش معجون طماطم وحطيت عليه شويه زيت وحطيته، انا ضد ده. عينيا. زي الفل. عايز صلصه كتير؟ انا مش بحب الصلصه كتير في البيتزا، بحبها كده كويس قوي. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنرسم لوحه فنيه بخبره طهويه. الكلام ده كلام ثقه، لوحه فنيه بخبره طهويه، في اذا كان في تقطيع الخضار، اذا كان في التوبنج بتاع البيتزا، اذا كان في العجينه وتفاصيلها الصغيره، لرسم لوحة فنية بخبرة طهوية احترافية. بصلة خدت طعم حلو بإضافة الزعتر وشوية الملح الحلوين، تتاكل نية كده اهو. نرص الفلفل اللطيف ده كده. شخصية البيتزا في حشوتها، شخصية الكنافة في سمنتها، شخصية البسبوسة في تخميرها. الله عليك يا مغازي. ده الرزق.
اقول في تسمنه بيقول لي شخصيه البسبوسه في تخمير هي بتتخمر. انت عارف البسبوسه الناجحه انك تخلط الزبادي مع السميد الناعم مع البيكن باودر مع جوز الهند وتسيبهم لمده 3 ساعات في التلاجة او بره التلاجة. اخواننا الشوام بيعجنوها ويسيبوها 24 ساعه، السميد الناعم مع الزبادي مع البيكن باودر مع جوز الهند لمدة 24 ساعة. علل ولماذا؟ السميد الناعم فيه شوية تناكة، لازم ياخد مرحلة التخمير كاملة مكملة. حلوة أوي. عشان كده بقول لك صينية البسبوسة شخصيتها في تخميرها. ناخد معانا الزيتون. الله. وكل يوم يعني لازم نعمل بقى فراخ مشويه ولا صينيه بيتزا فيها كلها تفاصيله. عايزه خضار هتلاقيه، عايزه بروتين هتلاقيه، فراخه والفراخ مستويه. شفت الفراخ زي الفل تاكل لوحدها. حطها كلها ما تقلقش، عشان اللي ياخد شريحه يبقى ايه اتغدى. لسه ما خلصتش. حلو قوي. شيل ده من هنا كده. نيجي بقى لتركات المغازي. شيف مغازي على السوشيال ميديا. الجبنه الموزاريلا لما بحطها على البيتزا بتجلد وبتسود وبتحمر قبل البيتزا ما بتستوي. السؤال ده منتشر جدا على صفحات السوشيال ميديا. تاني السؤال بيقول ايه؟ وجود الجبنه الموزاريلا في حاله لما بعمل بيتزا، الجبنه الموزاريلا اللي بحطها على وش البيتزا بتجلد وبتسود وبتحمر قبل العجينه ما بتستوي، هل ده عيب جبنه ولا عيب تسويه ولا قله خبره؟ ناخد الخبره من المغازي. نعمل ايه؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي. عرق الجبنه. الله عليك. زي ما هي مكانها. هاخد الجبنه الموزاريلا كده. شوف التركاية دي بقى. المغازي معروف بالتركاية بتاعته. بص صلى على الحبيب كده، صلى أم معلقتين حليب، ادي واحد اتنين بس خلص هو ده. واحط على الحليب ده شوية زعتر. فين الزعتر يا ولدي؟ اللهم صل على النبي. وأقلب شوية الحليب بالزعتر. ده تعريق الجبن. يوم يبقى عمرها طويل، بس لازم الجبنه تطلع منين؟ من التلاجه. فين الحليب يا راجل يا طيب؟ واحنا بنهزر؟ هي خبره السنين دي راحت فين يعني؟ اهو بتشوفها كل يوم بشكل مختلف وبطعم مختلف. تعيش الجبنه معاك بقى وانت تعيش وطول بعمرك ان شاء الله، لغايه لما البيتزا دي تستوي والعجينه تحمر كده والبيتزا والجبنه تاخد لون برونزي لطيف وجميل. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. درجة حرارة الفرن عندي 180. طبعا لو لفيت مطاعم مصر كلها محدش هيعمل لك بيتزا لا بالشكل ولا بالطعم ده. عينيا. الله عليك. مش هشيلها خالص غير لما تقول لي شيلها، انا عارف انت فرحان بيها، مش هشيلها وحياتك عندي. اظبط الفرن بتاعي. اللهم صل على النبي. درجة حرارة الفرن عندي لازم تكون 180. تسمح لي؟ حبيبي. طالما هي بالدجاج رشه الفلفل الاسود دي بتعلي منها. درجه حراره الفرن عندي 180، هدخلها الفرن زي ما هي كده. مكانها فين مخرجنا الجميل؟ بالله عليك لو قلت لي هقطع لك نصها هديه. اساسي تحت. حبيب قلبي. اللهم صل على النبي. بص عليها بقى ودلعها. جيب التفاصيل الصغيرة اللي الشيف بيقول عليها، تفاصيل صغيرة والمعنى كبير والطعم جديد. الله عليك. تركاية تاني اخوانا حبايبي فرسان السوشيال ميديا. معلومة غير معلومة. إضافة قليل من الحليب. إضافة قليل من الحليب للجبنة الموزاريلا في حالة إضافتها على وش عجينة البيتزا أو على وش البيتزا بيعمل إيه؟ بيطول من عمرها لغاية لما تحمر. ترجموها زي ما انتوا عايزين بقى. لرسم لوحة فنية بخبرة طهوية احترافية. بصلة خدت طعم حلو،
بإضافة الزعتر وشوية الملح الحلوين، تتاكل نية كده أهو. نرص الفلفل اللطيف ده كده. شخصية البيتزا في حشوتها، شخصية الكنافة في سمنتها، شخصية البسبوسة في تخميرها. الله عليك يا مغازي. ده رزق. في تسمينها. بيقول لي شخصية البسبوسة في تخميرها، هي بتتخمر. تعرف البسبوسة الناجحة انك تخلط الزبادي مع السميد الناعم مع البيكنج باودر مع جوز الهند وتسيبهم لمدة 3 ساعات في التلاجة او بره التلاجة. اخواننا الشوام بيعجنوها ويسيبوها 24 ساعة. السميد الناعم مع الزبادي مع البيكنج باودر مع جوز الهند لمدة 24 ساعة. علل ولماذا؟ السميد الناعم فيه شوية تناكة، لازم ياخد مرحلة التخمير كاملة مكملة. حلو قوي. عشان كده بقول لك صينية البسبوسة شخصيتها في تخميرها. ناخد معانا الزيتون. الله. وكل يوم يعني لازم نعمل بقى فراخ مشويه ولا صينيه بيتزا فيها كلها تفاصيله. عايزه خضار هتلاقيه، عايزه بروتين هتلاقيه. فراخه والفراخ مستويه. شفت الفراخ زي الفل تاكل لوحدها. حطها كلها ما تقلقش، عشان اللي ياخد شريحه يبقى ايه اتغدى. لسه ما خلصتش. حلو قوي. شيل ده من هنا كده. نيجي بقى لتركات المغازي. شيف مغازي على السوشيال ميديا. الجبنه الموزاريلا لما بحطها على البيتزا بتجلد وبتسود وبتحمر قبل البيتزا ما بتستوي. السؤال ده منتشر جدا على صفحات السوشيال ميديا. تاني السؤال بيقول ايه؟ وجود الجبنه الموزاريلا في حاله لما بعمل بيتزا، الجبنه الموزاريلا اللي بحطها على وش البيتزا بتجلد وبتسود وبتحمر قبل العجينه ما بتستوي. هل ده عيب جبنه ولا عيب تسويه ولا قله خبره؟ ناخد الخبره من المغازي. نعمل ايه؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي. عرق الجبنه. الله عليك. زي ما هي مكانها. هاخد الجبنه الموزاريلا كده. شوف التركاية دي بقى. المغازي معروف بالتركاية بتاعته. بص، صلى على الحبيب كده، صلى هما معلقتين حليب، ادي 1 2 بس خلص، هو ده. واحط على الحليب ده شوية زعتر. فين الزعتر يا ولدي؟ اللهم صل على النبي. وأقلب شوية الحليب بالزعتر. ده تعريق الجبن. يومي بقى عمرها طويل، بس لازم الجبنه تطلع منين؟ من التلاجه. فين الحليب يا راجل يا طيب؟ واحنا بنهزر؟ هي خبره السنين دي راحت فين يعني؟ اهو بتشوفها كل يوم بشكل مختلف وبطعم مختلف. تعيش الجبنه معاك بقى وانت تعيش وطول بعمرك ان شاء الله، لغايه لما البيتزا دي تستوي والعجينه تحمر كده والبيتزا والجبنه تاخد لون برونزي لطيف وجميل. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. درجة حرارة الفرن عندي 180. طبعا لو لفيت مطاعم مصر كلها محدش هيعمل لك بيتزا لا بالشكل ولا بالطعم ده. عينيا. الله عليك. مش هشيلها خالص غير لما تقول لي شيلها، أنا عارف أنت فرحان بيها، مش هشيلها وحياتك عندي. أظبط الفرن بتاعي، اللهم صل على النبي. درجة حرارة الفرن عندي لازم تكون 180. تسمح لي؟ حبيبي. طالما هي بالدجاج رشه الفلفل الاسود دي بتعلي منها. درجه حراره الفرن عندي 180، هدخلها الفرن زي ما هي كده. مكانها فين مخرجنا الجميل؟ بالله عليك لو قلت لي هقطع لك نصها دي. اساسي تحت. حبيب قلبي. اللهم صل على النبي. بص عليها بقى ودلعها. جيب التفاصيل الصغيرة اللي الشيف بيقول عليها، تفاصيل صغيرة والمعنى كبير والطعم جديد.
الله عليك. تركية تاني اخوانا حبايبي فرسان السوشيال ميديا، معلومة غير معلومة، إضافة قليل من الحليب، إضافة قليل من الحليب للجبنة الموزاريلا في حالة إضافتها على وش عجينة البيتزا أو على وش البيتزا بيعمل إيه؟ بيطول من عمرها لغاية لما تحمر. ترجموها زي ما أنتوا عايزين بقى. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ لسه شوية. هقفل الفرن عليها. نطلع البيتزا مع بعض. عينيا. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنة خلي بالك. خلي بالك خلي بالك. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوة وبص على الشقاوة وبص على تفاصيل البيتزا ولون الجبنة ولون التوبنج بتاعنا اللطيف الحلو. شيل كل حاجة من هنا بقى. خلصنا؟ خلصنا. اللهم صل على النبي. الصورة على الشاشة تتحدث عن نفسها دائما وابدا. على شاشة القناة الأولى، إيه الحلاوة دي؟ ورينا البان كيك يا عم الشيف.